السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا عامل ايه؟ الحمد لله. كنت عايز اسألك سؤال، هو في العشر الأواخر في ليلة القدر، هل يجب أن أقيم الليلة كاملة مغرب الفجر؟ طبعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر تمام. اجتهد. طب انا لو نمت ساعتين مثلا، لو بسبب الجهد او لا، الشغل، الأمر إلى الله يعني، لكن يعني بقدر. مش شرط اركبها كلها، ولا ممكن يعني نصها او يعني هل تتساوى الثاني، مع من قامها كلها؟ مش عارف. ها؟ يعني أنت نمت ساعتين وآخر قام الليلة كلها في العشر الأواخر، هل تستوي معه في الأجر؟ طيب، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. السلام عليكم.